شوف يا اخي والله ما ليك عليا حلفان، توحشني جدا جدا جدا. طبعا عارف طبعا انا قلت كتير جدا ان انا مش هقطع عن القناه دي وهفضل استمر في الفيديوهات والكلام ده كله، بس والله يا صاحبي جه شويه امتحانات كده فشخت الواحد في حياته والله، شويه امتحانات تعينه كده يعني. بس طبعا يعني احنا بنمتحن كل حاجه، بس هتلاقي طبعا بقى فيه ورا هنا بقى ايه لوجو وصورتي والكلام ده وحوارات يعني، فاللي هو انا ما كنتش بمتحن خلاص. ده غير بقى ان في مفاجاه جامده جدا جدا في اخر الحلقه دي، حوارات يا صاحبي والله ومشاغل والكلام ده. فتعالى بس في الانترو كده على طول كده، وبعد كده ندخل نشوف بقى ايه هنتكلم في النهارده يا صاحبي. يلا بينا. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. لو مرة تشوفني انا كريم عفاف بقدم محتوى لايف ستايل وبروفيشنال سبيكر، اسمه كده خد لك لفه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. وي يا شوف يا صاحبي، انا هتلاقيني برده بغيب برده فاهمني، وباجي برده بهبتي. هسيب لك اللينك بتاع التيك توك تحت، او هتلاقي لينك هنا اي حاجه يعني. ويا صاحبي سبحان الله والله كنت بتريق على التيك توك، دلوقتي بقيت اعمله كل يوم يا صاحبي، كل يوم فيديو. انت فايتك كتير قوي 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 لو مش عامل لي فولو برده يعني. فتره الامتحانات دي بتغير الواحد برده يا صاحبي. طيب دلوقتي موضوع الحلقه بتاع النهارده، وانت قعدت 60 يوم من غير ما تاكل سكر خالص، او من غير ما تشرب اي حاجه فيها سكر خالص، ايه اللي هيحصل في حياتك وايه اللي هيحصل في جسمك؟ وانا الفتره اللي فاتت دي طبعا، اللي متابعني على التيك توك او متابعني على الانستجرام عارف ان انا بعشق حاجه اسمها ايس كوفي. طبعا لو انت طبعا مش متابعني هناك، ده موضوع تاني بقى يا صاحبي، فانا مش عايز اتكلم فيه النهارده. المهم يعني اللي متابعني هناك عارف ان انا بعشق حاجه اسمها ايس كوفي، وطبعا ايس كوفي لو من غير سكر بيبقى مر جدا. فانا طبعا عودت نفسي ان انا اشرب الايس كوفي كل مره بسكر اقل، لحد ما خلصت السكر خالص. انا حرفيا ما بحط السكر خالص على الايس كوفي، واللي عارفني من قريب عارف الحوار ده جدا زمان قوي، وانا بحب اشرب ايس كوفي من غير سكر خالص. طبعا الموضوع طبعا ما جاش من اول يوم، او ما جاش من اول مره شربت فيها ايس كوفي. طبعا اول مره جربت فيها كان مر جدا جدا جدا، ولكن مع التعود ومع الاستمراريه بتلاقي نفسك انت خلاص طعم الايس كوفي من غير سكر بيبقى طعمه احلى. نفسك انت تعودت ان طعم الايس كوفي من غير سكر هو ده الطعم المظبوط، لكن لو انت حطيت مثلا عليه سكر حتى لو حب صغيرين جدا بتحس ان في حاجه غلط، ان هو مسكر زياده جدا جدا عندي. طيب فانا بقى جاي اقول لك في الفيديو ده ايه اللي حصل معايا في ال 60 يوم اللي فاتوا من غير ما اخد اي نسبه سكر خالص في المشروبات اللي انا بشربها، او بمعنى اصح الايس كوفي بتاعي. يلا اول حاجه هتاخد بالك منها ان انت وزنك بيقل. طبعا هتقول لي طبعا يعني انا ما اخدش سكر واكل اللي انا عايزه يا صاحبي؟ بقى ساعتها اقول لك يا صاحبي خلاص بقى يا صاحبي استعوض ربنا بقى، مفيش حاجه اسمها كده يا صاحبي اصلا. هو فكره السكر او فكره انت ما تاخدش السكر او ما تاخدش نسبه السكر بتاعتك هي حاجه مع تظبيط الاكل ومع الجيم، لكن ما ينفعش تتكل عليها كده على طول او تتكل عليها هي بس. لا ما انت تلاقيني يا صاحبي باجي بعد الامتحانات كده بقى بمصطلحات المذاكره بقى هطلعها هنا بقى. المهم اللي انت هتلاقي وزنك بيقل جامد جدا ان مفيش اصلا سكريات داخله جسمك، والسكريات اللي هتدخل جسمك المفروض اللي هي المفروض تبقى الحاجه الطبيعيه زي العسل الابيض او زي الكيكات والكلام ده، لكن سكر صريح لا. تاني حاجه ودي بصراحه قريتها على الانترنت ان نسبه الكوليسترول بتاعتك هتقل، ومحدش يقول لي دي بتعمل ايه في الجسم عشان انا بصراحه ما اعرفش. المهم يعني انها بتقلل نسبه الكوليسترول في الدم بقى، فدي حاجه حلوه تقريبا ان انا قريت عنها يعني، لكن ما اعرفش دي بتاعت ايه بصراحه. بس هتسالني انا ككريم بصراحه انا حاسس ان نسبه الكوليسترول عندي قليله. تالت حاجه ودي هتبقى ليها علاقه بالعنايه الشخصيه شويه، ان انت هتلاقي البشره بتاعتك بدات تبيض او بدات تبقى نضره. العظيم عليا جمل من ساعه ما خلصت الامتحانات. وهنا طبعا اللي اقول الجزء ده للبنات شويه لا هو للاثنين، فانا بشفق عليك لو انت ولد وما تعرفش الحوارات دي، او ما بتتبعش السكين روتين اللي احنا كنا عاملين له عليه فيديو. ولو انت اصلا ما اتفرجتش على الفيديو فيا صاحبي خلص الفيديو ده بسرعه يا صاحبي، وهتلاقي الاي هنا ادخل اتفرج عليها والحق نفسك يا صاحبي. طبعا ده مش محتوى علمي يعني، اللي المفروض لو في دكتور والكلام ده يدخل يكلمني في الحوار ده. انا طبعا ما اعرفش، انا شايف الحاجات اللي حصلت في جسمي ال 60 يوم اللي فاتوا. رابع حاجه وده بصراحه انا ما حسيتش بيه قوي، بس هم كانوا بيقولوا كده على النت ان نومك هيظبط، او ممكن يكون عشان الفتره اللي فاتت دي كنت في امتحانات فكنت بسهر كتير عشان اذاكر والكلام ده. بس يعني هما بيقولوا ان المفروض معدل السكر لما بيجي يقل في جسم او ما بتاكلش سكر خالص نومك بيظبط، بس بصراحه انا ما حسيتش بده، بل بالعكس اصلا يومي اتقلب خالص، بقيت الصبح انام بالليل اصحى وما بصورش فيديوهات وحوار كده كبير صح. خامس حاجه وبصراحه ده انا لاحظته ان نشاطك اليومي بيزيد، او انت بتلاقي عندك طاقه. فانا مش عارف بصراحه هل ده من قله السكر اللي انا ما بقتش اخدها، ولا ده من الايس كوفي اللي انا بقيت اشربه كل يوم. فانا بصراحه مش عارف احدد ده من ايه، ولكن هم لما جيت بحثت عن الكلام ده في جوجل او في الانترنت لقيت بيقولوا ان هم نسبه السكر لما تيجي تقل بيبقى نشاطك اعلى. بس انا بصراحه انا دي مش عارفها، انا من رايي انا الشخصي ده من الايس كوفي اللي انا باخده كل يوم، ممكن ده هو ده اللي بيديني نسبه النشاط بتاعه اليوم، لكن ممكن يكون من السكر. ولو الاثنين يبقى قشطه جدا يا صاحبي، خليك تشرب ايس كوفي كل يوم وما بتاخدش سكر وفي الاثنين بيدوك طاقه في اليوم يا صاحبي، صباح الطاقه الجباره يا صاحبي من
كتر الطاقه كنت هبقى هكمل. بس يا صاحبي ودي كانت الخمس حاجات اللي انا دورت عليها على الانترنت، او الخمس حاجات اللي انا لاحظتها في جسمي من بعد ما قليت السكر خالص. جينا للوقت المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها. طبعا انت كنت مفكرني طبعا ان انا قاعد الفتره اللي فاتت دي كلها بذاكر وقاعد بعمل عظمه في المنهج، ولكن انا كنت قاعد بعمل عظمه في حته تانية خالص. دلوقتي فتحنا سلسله بلوتو، السلسله دي بقى مقارنه من الاكسسوارز بتاعت الموبايلات، الرينج لايت، الاستاندات، البرفيوم الاوريجينال، والشنط بتاعت اللاب والكلام ده، والساعات. طبعا ده المفروض انا بعمل الحمله دي او بعمل الصفحه دي علشان نخلي الشباب شيك جدا، وزي ما بقول لكم كده اخليك شيك حتى لو غصب عنك. فكره بقى الشنط، فكره البرفيوم، فكره العنايات الشخصيه، فكره لو انت عايز تبقى صانع محتوى وتجيب رينج لايت بارخص الاسعار والكلام ده، هتلاقي كل ده في بلوتو ستور. ويمكن في المستقبل يبقى عندنا ميرش كده بلوتو ستور، يمكن اسيب لك سلاسل بلوتو ستور تحت في الديسكريبشن، لو عجبك اي حاجه ممكن تدخل تطلب، وبنوصل لمصر كلها. ويمكن يا صاحبي تلاقيني جاي لك انا يا صاحبي بديك الاوردر وبتتصور معايا وحوارات كده يا صاحبي. طبعا ما تنساش طبعا تعمل سبسكرايب للتيك توك وتعمل للانستجرام، عشان دول ببقى اكتف جدا جدا وبنزل ستوريز كل يوم وبنزل فيديوهات على التيك توك كل يوم حرفيا. وبس كده، عوده قويه ان شاء الله، وان شاء الله مش هنبطل فيديوهات المره دي بجد. فدوس يا كوتش، السلام عليكم.